السلام عليكم يمنيون بلا دولة، هذا العنوان العريض الذي يتصدر يوميات شعب استيقظ على انهيار الدولة لحظة الانقلاب والاجتياح، حينما سقطت سارية العلم الجمهوري وارتفعت لافتة الصرخة وانخفض صوت النشيد الوطني لمصلحة زوامل الفوضى والتحشيد للحرب الأهلية. يكابد اليمنيون كل لحظة مخاطر غياب الدولة حينما وجدوا مصيرهم في قبضة عصابة تحكم بقانون الغاب، وفقدوا الحد الأدنى من الأمان والرعاية وحكم القانون، وتعطلت المحاكم والمؤسسات، وأصبح الشعب على كف عفريت يتجسد على هيئة المشرف المسلح باسم وهمي وكنية وهمية يأمر وينهى بلا أنظمة وبلا لوائح، هو صانع القرار وهو حافظة الدوام. تلك الأسماء التي تمارس الانتهاكات وتمسك بزمام السلطة وتمارس الإذلال اليومي للمواطنين والتجار، إذ أصبحت أموال الناس فيدا وغنيمة والمواطن مشروع مختطف أو دافع إتاوات. السجون غير المرئية والسلطات القضائية المعطلة إحدى مخرجات اللا دولة التي كانت تمشي الحافة نتيجة حكم الثلث قرن، وجاء الانقلاب ليسقطها من على تلك الحافة بعد التعافي النسبي لها منذ ثورة الشباب إلى الحوار. جرفت مؤسسات الجمهورية كسلوك صاحبه تدمير ممنهج لوعي الناس بالدولة عبر إغراقهم بالخرافات الجديدة القديمة. غاب القانون كناظم للعلاقة بين الدولة والمواطن، وهذا بدوره حول الدولة إلى خلايا سرية استهلاكية أفرغتها من حيويتها وأنتجت شللا يوميا يدفع الناس ثمنه كل نهار. حول يوميات اليمنيين بلا دولة في مناطق سيطرة الانقلاب ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي في الاستوديو الناشط الحقوقي الأستاذ موسى النمراني، أهلا بك أستاذ موسى. مرحبا بك. كما أرحب ببقية الضيوف الذين سينضمون لنا عبر الهاتف. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. على ركام الدولة التي تحطمت في صنعاء يتربع هؤلاء، مجاميع مسلحة تعيث في الأرض فسادا، تصادر الدولة وتنصب نفسها نيابة عنها، لكن بلا قيود ولا سياسات ولا أعراف. اختزلت المؤسسة الرسمية في مناطق سيطرة الانقلابيين في دور المشرف المعين من قبل الميليشيا وفي سطوته وسلطته التي يقيمها بالرصاص والموت. طبقة جديدة من المشرفين نشأت على هامش الانقلاب الدموي في صنعاء، يستأثر هؤلاء المشرفون بالموارد التي لا تزال متاحة في الإثراء غير المشروع الذي يتراءى للملايين من الجوع كحلم بعيد. فلا أحد هنا يبني المنازل الجديدة ويشتري السيارات ويستحوذ على المناصب غير هؤلاء المشرفين. وفوق هذا وذاك انتشرت الفوضى والممارسات التي تنال من حرية الناس وكرامتهم ودمائهم، من نقاط التفتيش إلى الجباية إلى الوصاية على المساجد والشعائر والدين وتمزيق المجتمع إلى طوائف إلى مواصلة القتل والتدبير في أكثر من منطقة ومدينة، كلها تمثل المظهر الأسوأ لغياب الدولة جراء الانقلاب. الانقلابيون ليسوا سلطة أمر واقع، هكذا يراهم معظم اليمنيين، ولا يرون في أعمال هؤلاء الانقلابيين ما يدل على السلطة، بل عصابة ترتكب كل الجرائم دون رقيب ولا حسيب ولا رادع. تمثل المداهمة والاعتقالات والإعدام خارج القانون وبصورة بالغة الوحشية أسوأ مظاهر السلوك الميليشاوي المنفلت الذي يعاني منه اليمنيون الواقعون تحت نفوذ الميليشيا وسطوتها. حتى الحكومة المعلنة من طرف الانقلابيين لم تستطع حتى الآن تحسين الصورة السيئة لسلطة بلا ضوابط ولا معايير، على نحو يجعل منها ومما يسمى المجلس السياسي مجرد هياكل فارغة تعبر عن التشبث الكبير للمخلوع صالح بحلم العودة إلى السلطة ولو على أكتاف الميليشيا. مجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام وبضيفي هنا في الاستوديو وبجميع الضيوف الذين سينضمون لنا. أستاذ موسى، يمنيون بلا دولة هذا عنوان الحلقة. قبل اللقاء كنا نتحدث عن الصفة التي ستظهر بها حضرتك في هذه الحلقة، تحدثت وقلت لي مواطن بلا دولة. حدثنا أكثر، أين ذهبت دولة اليمنيين؟ دولة اليمنيين اختطفت عندما سلم الثوار قرار الدولة لسلطة هي في الواقع أفرغت الدولة من محتواها، مارست السلطة بعقلية العصابة وبنفسية العصابة أيضا. موارد الدولة الاقتصادية وهيبة الدولة ذهبت أدراج الرياح منذ أمد طويل. كنا نعيش في
خيال دولة وفي وهم دولة، دولة معترف بها في الأمم المتحدة، معترف بها أمام العالم، ولكنها تمارس جرائم لا تمارسها إلا العصابات. دولة تعمل على تهريب الأسلحة لمناطق الاقتتال في كل المناطق الحمراء في العالم. دولة تمارس الفساد على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. دولة تأخذ مقدرات البلاد وتستثمرها لصالحها في الخارج. دولة تعمل على تجهيل شعبها وتستنكف أن تقدم له الخدمات التي يحتاجها وهي حق له وليس منة منهم. قبل أيام كان يحدثني صديق متواجد في دولة آسيوية، صور لي مول كبير وقال لي نحن لدينا الآن وثائق تثبت أن هذا المول الكبير جدا يمتلكه أحد أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومول بجانبه يمتلكه شيخ خليجي ولكنه أصغر منه بكثير. تساءل ما هو التفسير لأن يكون هذا المول الذي يمتلكه سياسي من دولة فقيرة أكبر من المول الذي يمتلكه تاجر في دولة غنية؟ هناك مبرر واحد فقط أو مفسر واحد فقط لهذا الأمر، أن هؤلاء كانوا يسرقون رأس المال بينما الآخرين ربما يسرقون شيئا من الفائض أو من الأرباح. طيب أنت حدثت كل يعني خلال حديثك الآن عن أن هناك كانت دولة، الآن اليمنيون بلا دولة، هذا وضع آخر مختلف، ما الذي سبب ذلك؟ نعم، نحن لدينا مشكلة عندما نناقش المشاكل، لدينا مظهر للمشكلة ولدينا سبب يجب أن نبحث عن الأسباب الحقيقية حتى نستطيع أن نصل إلى الحلول المفترضة الناجعة لحل هذه المشكلة. مشكلتنا الآن تتمثل في سقوط وهم الدولة الذي كنا نعيش عليه وظهور العصابات تحكم من خلال مسميات عصابات ولكن أيضا بالمؤسسات التي كانت تحكم باعتبارها دولة. حتى نفس الأشخاص، علي عبد الله صالح الذي كان رئيسا للجمهورية ويحكم باعتباره رئيسا للجمهورية أصبح الآن يحكم باعتباره رئيسا للعصابة. أعضاء العصابة الذين كانوا يمارسون سلطاتهم ويمارسون فسادهم باعتبارهم مسؤولين في الدولة أصبحوا يمارسون نفس الفساد ونفس الظلم ونفس الهمجية ونفس الممارسات ولكن باعتبارهم مسؤولين أو رؤساء لهذه العصابات ولهذه المجاميع التي تتخذ شكلا هربيا ابتداء من قاع المجتمع وحتى أعلى هذه العصابات التي يمكن أن نصفها بأنها شكل عنقودي يبدأ من الموظفين الصغار ومن أعضاء هذه العصابات الصغار في الأسواق العامة الذين يجمعون الإتاوات وفي مؤسسات الدولة الوسطى وانتهاء بالقيادة التي كانت تمارس هذا الفساد من خلال رئاسة الدولة وتمارسه الآن من خلال رئاسة العصابة. ولذلك فهي عندما سلمت سلطاتها الدستورية والرسمية التي كانت تحكم افتراضا من خلالها بقي نفوذها كما هو وبقيت تسيطر على المعسكرات التي كانت تسيطر عليها وتسيطر على أجهزة المخابرات التي كانت تسيطر عليها وهي خارج السلطة الرسمية كما كانت تسيطر عليها وهي داخل السلطة الرسمية. طيب في هذه النقطة لماذا حدث هذا التغير؟ يعني كانت هناك لنقل مؤسسات دولة بشكل أو بآخر، لماذا ركزت ميليشيات الانقلاب على إسقاط هذه المؤسسات حتى وإن كانت وهمية وذهبت أكثر إلى ضربها وإفراغها من الداخل، يعني حتى بعد ما سيطرت عليها في نهاية المطاف؟ هناك عدة أسباب داخلية وخارجية ممكن أن تعود إلى تاريخ قديم، منها ما هو متعلق بالداخل اليمني وبنمط الشخصية اليمنية التي لديها استعداد للذوبان في الهويات الأخرى أو حتى شعور بالانتماء إلى هذه الهويات وعززتها الأيديولوجيات التي كانت من خلالها الأحزاب تربي أعضائها وكوادرها. وهناك أيضا أسباب خارجية تتمثل في الإرادات الإقليمية والدولية التي لها مصالح في البلاد وفي المنطقة بشكل عام وتهدف إلى إضعاف أو إبقاء هذه المنطقة ضعيفة بما فيها اليمن. اليمن هي جزء
من كل، ولكن من يتحمل المسؤولية هو نحن في كل مكان في العالم. هناك مصالح وأطماع، ولكن ليس كلها تصل إلى مرحلة انهيار المؤسسات أو تحولها من مؤسسات حقيقية إلى مجرد واجهات لعصابات. طيب أستاذ موسى، هذا الأمر الذي نتحدث عنه الآن كيف يعني نستشفه من حياة اليمنيين، من حياة المواطن البسيط في الداخل؟ ما هي مظاهر هذا؟ حالة اللا دولة الموجودة الآن، حالة حكم العصابة وملشنة الدولة، وكذلك عدم وجود سلطة لقانون، وجود أهمية لمشرف تابع للإنقلابيين يفوق أهمية رجل الأمن في كثير من المواطن. قبل أن تدخل الميليشيا إلى صنعاء كان لدينا جيش كبير بإمكانيات ضاربة، ولكن هذا الجيش استمر ينظر إلى هذه الميليشيات وهي تخطو طريقها ابتداء من صعدة وانتهاء بعدن. عندما دخلت هذه الميليشيات إلى صنعاء استحدثت مشرفين إلى جانب كل مسؤول حكومي، استحدثت مشرفا، أحيانا يكون هذا المشرف هو مسؤول حكومي في دائرة أخرى أو في مكان آخر. يعني أوجدت نظاما موازيا خرج إلى العلن، يعني بعد دخول الميليشيات بسلاحها إلى صنعاء وتحول معسكرات الحرس الجمهوري في بقية المناطق من معسكرات الحرس الجمهوري إلى أدوات لهذه الميليشيا، وخلعت زيها الرسمي ووضعت العلم الجمهوري من نقاطها واستبدلته بالشعار الحوثي. في صنعاء الآن كما في غيرها من المناطق كثير من المظاهر، منها على سبيل المثال أن نجد أن قاضيا مسجونا في صنعاء ومتهما بأنه تابع للمقاومة، اختطف هذا القاضي في نفس اليوم الذي اختطف فيه عضو مجلس نواب من صنعاء، أيضا عضو مجلس النواب كان متهما بأنه يقود المقاومة، والقاضي كان متهما بأنه الذراع الأيمن لعضو مجلس النواب. طبعا هذا النائب البرلماني ينتمي إلى قبيلة قوية ولديه وسط اجتماعي محيط به، أفرج عنه في اليوم التالي. لم يفرج عنه لأنه برلماني ويحمل حصانة، ولكن أفرج عنه لأنه يعني له خلفية اجتماعية معينة دفعت عنه، وليس لأنه رجل دولة. نعم، الآن العضو البرلماني متواجد في صنعاء وحضر جلسة ما يسمى بمنح الثقة لحكومة الإنقلابيين، والقاضي لأنه لا ينتمي إلى خلفية اجتماعية قبلية لا يزال سجينا حتى الآن. هناك كثير أيضا من المظاهر يمكن أن نسردها في وقت لاحق. سنكمل الحديث عنها، لكن دعنا نشرك في الحوار معنا أستاذ أو مدرس الفلسفة في جامعة صنعاء دكتور معن دماج. مساء الخير دكتور. مساء الأنوار، أهلا وسهلا. أهلا بكم دكتور. لو بدأنا بالحديث أكثر عن برأيك وبتأطير فكري لهذا الموضوع، لماذا ركز تحالف الإنقلاب على إفراغ مؤسسات الدولة من مضمونها، اجتياحها، ضربها في الكثير من الرمزيات التي تعنيه لدى مواطن هذه الدولة، المواطن اليمني تحديدا؟ هو في البداية علينا أن نعود إلى طبيعة الدولة اللي كانت قائمة، نظام علي عبد الله صالح. في الواقع كان لدينا من ناحية الأجهزة الشرعية الظاهرة، لكن مراكز السلطة والقرار الحقيقي وإدارة الدولة والقرارات الاستراتيجية والمهمة وحتى الموازنة العامة الحقيقية وإدارة الجيش كانت موجودة في الظل من خلال يعني عصبة لها طابع عهدي ولها طابع شخصي ولها طابع قبلي، وكانت أجهزة الدولة مجرد أجهزة شكلية، وكان هناك في المؤسسات حتى بعض الشخصيات الثانوية هي التي تقوم بتسيير هذه المؤسسات من الناحية الفعلية. رأينا إفراغ القيادة الإدارية الطبيعية والتقليدية للمؤسسات من أي دور، وقيام الأمن السياسي وفي فترة لاحقة الأمن القومي بالإدارة وبالتسلط وفي الواقع ممارسة كل الصلاحيات داخل المؤسسات من التعيين إلى الترقية إلى منح الحقوق. هذا من ناحية.
من ناحية أخرى علينا أن نعرف طبيعة الحركة الحوثية. الحركة الحوثية في الواقع في انتماءاتها الفكرية وفي أيديولوجيتها العميقة لديها تصور سلطاني للدولة. هذا التصور له علاقة من ناحية بالطابع الثيوقراطي وبالطابع الديني للسلطة المطلقة الممنوحة للإمام عبد الملك الحوثي وإلى جماعة المختارين والمحيطين والأعوان بهذا الإمام، والذين لا يمكن أن يكونوا محددين لا بالقانون ولا بالدستور ولا بأي قرارات ولا بأي مؤسسات من أي نوع، وإرادتهم مطلقة وكلية. بالعكس، على مستوى المذهبي والفقهي يعتبرون أنه يشرع وأن ما يقوله وما يعتقده هو تشريع جديد وهو نافذ في الواقع، ويمكن أن يتجاوز حتى التشريعات الفقهية والمذهبية. طيب. الأمر الأساسي في إدارة المؤسسات من قبل التحالف الرجعي لعلي عبد الله صالح والحوثي أنه يريد أن يكرس مبدأ التمايز في المواطنة وفي المساواة، وجعل الإرادة قادة الانقلاب أو بالأحرى قادة الثورة المضادة الحوثية الصالحية مطلقة، وبالتالي ليس هنالك للمواطنين أي حقوق، هناك امتيازات يمنحها النظام بناء على القرب من رأس النظام من ناحية، وبناء على الانقسامات الأهلية التقليدية يعني في الثقافة الشعبية وفي الواقع في التاريخ السياسي اليمني المعاصر. هناك مثلا قصة تروى على الأستاذ الشهيد الزبيري أنه كان عندما يطالبون الإمام بأن يشكل حكومة يرأسها هو شخصيا أو يرأسها غيره، كان يعتبر في ذلك إهانة، لأنه مبدأ تفويض السلطات يعتبر مس وتقليل من طابع السلطة الكلية والشمولية للإمام. نحن في الواقع أداء شيء شبيه بذلك، حتى أجهزة الدولة الموجودة هي مجرد أجهزة شكلية، وكل القرارات المهمة تتخذ في الدوائر مغلقة للتحالف الثورة المضادة بقيادة علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي. طيب، ما مخاطر هذا الأمر؟ تقمص دور الدولة، قرصنتها من قبل هذه الجماعات أو اختراقها من هذه الجماعات من قبل هذه الفصائل المسلحة التي أيضا يعني بشكل أو بآخر هي لا تملك هذه الرؤية، حتى وإن كانت عصابة أو ميليشيا مسلحة، رؤية استراتيجية تعمل وفقا لها كما يقول كثير. هو في الواقع يمتلكون رؤية، لكن الرؤية هذه ليست قائمة لا على المواطنة المتساوية ولا على الدولة القانونية والدستورية ولا على تقسيم السلطات وتفويض المؤسسات. هم يمتلكون رؤية لدولة سلطانية تقوم على المرتبة وعلى التمييز بين المواطنين وعلى تقسيم المجتمع إلى مستويات مواطنة مختلفة على أساس الخلفية الأهلية والمذهبية والسلالية، وبالتالي المسألة ليست في مؤسسات دولة أو لا دولة، هي في طبيعة هذه المؤسسات وفي طبيعة هذه الدولة نزاع، كل النزاع على هل هي دولة المواطنة والديمقراطية والحرية والمساواة أم دولة الدولة السلطانية المراتبية التي يتم تحديد مكانة الإنسان من أن يولد في مكانه ويتم منح الامتيازات، ولا أحد في الواقع يمتلك أي حق باستثناء رأس السلطة الإمام المعصوم عبد الملك الحوثي. طيب، الآن في ظل انعدام الأمن، انعدام الجهة التي يمكن أن يعود لها المواطن لتحقيق أو ضمان الأساسيات التي يمكن له أن يعيش فيها في إطار حيز جغرافي معين أو كما يعرف بالدولة، هذا الأمر كيف سيؤثر على المواطن اليمني يعني خلال السنوات القادمة؟ أيضا هو مع الحرب الأهلية ومع تمزق الدولة ومع انهيار المؤسسات في المناطق المتحررة لم يعد هنالك أمن حتى بالحد الأدنى. بالمقابل، في المناطق التي ما زالت تحت سيطرة جهاز الدولة القديم لعلي عبد الله صالح والحركة الحوثية، من طبيعة الأمور أن التحالف الثورة المضادة يريد أن يعيش الناس في ذعر بحيث لا يطالبون بأي حقوق، من ناحية هو يقوض أمنهم ومن ناحية يستثمر هذا الخوف لتهديدهم بالأسوأ. وهذا الأمر يلاحظ بالاحتفاء الشديد بالعمليات الإرهابية وبالتفجيرات التي تحصل في المناطق المحررة
وبالتالي يلعب غياب الأمن أمرا بالغ الأهمية في استراتيجية إثارة الذعر والخوف وحكم المجتمع بإشاعة الرعب وبالتحكم بالمواطنين من خلال الجوع ومن خلال الخوف، بحيث لا يكون أي إنسان في منجأ من العقوبة حتى بلا سبب. وهذه الإدارة للرعب التي تضطر أيضا أن تطلق جموح بعض الجماعات الإجرامية العادية، بعض المجرمية السجون، بعض العصبويات المحلية الصغيرة، أيضا بحاجة إلى أن تطلق يدها بحيث تستولي على المال، بحيث تستطيع أن تدير وتدبر نفسها، وبحيث تستطيع أن تجند مقاتلين جدد، وبحيث تستخدمهم في مستويات أقل ضد بعض المعترضين حتى وإن كانوا خارج السياسة على سياستها في كل المناطق. وبالتالي نظام الثورة المضادة من ناحية يخوف الناس، ومن ناحية يعاتبهم ويقول لهم أن الأوضاع كانت قبل ثورة فبراير كانت أفضل، أن هنالك كان أمر واستقرار. فإشاعة الخوف تلعب دور مزدوج، من ناحية لجعل الماضي البغيض، الماضي ما قبل ثورة فبراير، أمرا حسنا نسبيا، ومن ناحية أخرى لجعل المجتمع رهينة لخوفه وللرعب بحيث لا يجرؤ على أن يتحرك. لكن طبعا مثلما يدفع هذا الأمر بالقطاعات للسكون والخوف فعلا، مثلما سيدفع عاجلا أو عاجلا قطاعات أخرى للانتفاض بعد أن تجد أن كل أشكال الحياة الممكنة قد انتهت في ظل سلطان الثورة المضادة الحوثية الصالحية. طيب دكتور، يعني وبسؤال أخير، يعني ما مخطر هذا الأمر على حياة الناس أو على طبيعة يعني تعاطيهم الشكل يعني بشكل مباشر مع الحياة بشكل يومي؟ هناك سيطرة نهب باسم الدولة، هذا الأمر كيف سينعكس عليه؟ والله الناس طبعا يعيشون في أوضاع جائرة جدا، والأمن الشخصي والأمن العام والأمن الاجتماعي هو في الحد الأدنى. بعض الأواسط الاجتماعية، بعض المناطق القبلية التي تتمتع ببعض التقاليد وبعض العصبيات المحلية تستطيع أن توفر حدا أدنى من التضامن ومن الرعاية والأمن. لكن أغلب الناس بالذات في المدن في الواقع يعني يعتمدون على الأقدار ويحاولون أن يعيشون يوما بيوم، ولكن لا أحد في منجأ في الواقع من أي عدوان ومن أي تجاوز، سواء كان لأسباب سياسية أو حتى بفعل الفوضى العارمة التي اندلعت في المجتمع، وبحيث وبحكم وجود جماعات فوق أي إمكانية للمحاسبة والمساءلة من جماعة التي تنتمي لعلي عبد الله صالح أو للحركة الحوثية. إذن معن دماج، مدرس الفلسفة في جامعة صنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا جزيلا لك. بالعودة لك أستاذ موسى، المواطن اليمني يعني نسمع الكثير عن قصص معاناة اليمنيين نتيجة غياب الدولة، حدثنا أكثر عن النماذج والقصص التي تسمع عنها تتعامل معها بحكم عملك، حكم نشاطك الحقوقي، التي تظهر مخاطر وتبعات هذه السيطرة من قبل العصابات، من قبل الميليشيات على الدولة والعمل من خلال مؤسساتها. يعني أهم ما يمكن أن يقال من وجهة نظري أن العصابة الآن تسعى لتغيير المناهج، ما يعني أنها تحاول أن تخلق جيل جديد منفصل عن قيم المجتمع الجمهوري وعن أحلام وطموحات الجيل السابق الذي فقدها أو تخلى عنها حتى جزء كبير منهم بسبب سوء أداء المؤسسات السابقة. ولكن على الرغم من سوء أدائها ومن فسادها ومن شكليتها، فإنها كانت أقل ما يمكن البقاء عليها، يعني أو البقاء خلالها يعني كحد أدنى كمشترك، نعم كمشترك أدنى. ولكن الآن هناك توجه لتغيير المناهج، أيضا هناك إذلال جماعي للمواطنين من خلال تكثيف عمليات الاختطاف، المختطفون بالآلاف، وأصبحت عمليات الاختطاف أشبه بالتجارة. أنت لا تستطيع أن تأمن على نفسك ولا على قريبك ولا على أي أحد يعيش في هذه المناطق، وهو
معرض للاختطاف في أي وقت ولا يوجد حصانة لأي أحد، لا أساتذة الجامعات ولا قادة الرأي ولا المحامين ولا الصحفيين ولا القضاة ولا التجار ولا أي طبقة اجتماعية، إلا إذا كان لها من يحميها من قبيلة قوية أو من علاقات أو انتمائها بالأصح إلى هذا الهرم، أيوة إلى هذا الهرم من التشكيل الـ يعني اللا دولة، من هرم اللا دولة، يعني هرم العصابات الحاكمة. هذه هي يعني أهم ما يمكن أن نشير إليه، إضافة إلى تحويل البلاد وما فيها إلى سوق إلى سوق سوداء من خلال تهريب المشتقات النفطية وأيضا بيع المساعدات التي تقدمها المنظمات المعنية بالإغاثة وحصار المدن والمواطنين الذين يحتاجون إلى الإغاثة. كل هذه العمليات هي تهدف أو تعمل على تفريغ المجتمع من إيمانه بحقوقه وتحويله إلى مجرد باحث عن السلامة وباحث عن الحد الأدنى من الحياة. طيب، سنكمل الحديث على هذه النقاط معك أستاذ موسى ومع الضيوف الذين سينضمون لنا، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير نكمل النقاش بعده مشاهدينا، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام للعودة في النقاش في هذه الحلقة. أستاذ موسى، هناك إحصائية لمرصد حقوقي معين تحدث على وجود ما يقارب من 14 ألف انتهاك للانقلاب متنوعة في 9 أشهر، هذا الرقم المفزع هل يشكل أحد المخرجات الكارثية لإسقاط الدولة من قبل الانقلاب؟ هو يعني ممكن أن نقول أم الكوارث أو أم الخبائث في هذا الموضوع هو انتهاك إسقاط الدولة، حق الناس في أن يكون لهم دولة ضامنة لحقوقهم وحامية لحرياتهم، في أن يكون هناك مؤسسات تقدم لهم الخدمات وأن يكون هناك قضاء عادل وأن يكون هناك تعليم جيد وأن يكون هناك صحة خدمات صحية للناس. هذا الانتهاك الكبير الذي ضرب يعني المجتمع أم الانتهاكات. نعم، ضرب المجتمع حتى أوصله إلى هذا القاع السحيق من المعاناة ومن الفشل الذي منيت به الأجهزة الدولة التي كانت شكلية وفشلت حينما تحولت بالمفتوح إلى عصابات، توقفت المرتبات للأسف وانهار النظام التعليمي بشكل كبير. ولكن لا يمكن أن نقول أن هذه هي النهاية، هناك يعني بصيص أمل وهناك تجارب كثيرة لدول كثيرة خرجت من مثل هذه الأوضاع ومن أوضاع أسوأ منها. التجارب تقول أن البناء يأتي بعد هذا الخراب العظيم، هناك خراب على المستوى الاجتماعي أو على المستوى المجتمعي وهناك خراب في البناء وفي مظاهر العمران وهناك خراب أيضا في النفوس تسببت به الحرب، ولكنه ليس نهاية العالم ولا هو القدر المحتوم الذي سيستمر إلى الأبد. طيب، برأيك كيف يتعامل الناس في حياتهم اليومية في المناطق التي تخضع أساسا تحت سيطرة الانقلابيين مع هذا النمط الجديد من الحياة، ربما عدم وجود مؤسسات دولة يحتكمون إليها، هناك عصابات تقوم بإدارة ما تبقى من هذه المؤسسات وتشكل كيانات موازية تحكم من خلالها أو يعني تستحكم وتسيطر على اليمنيين، كيف يتعامل الناس مع هذا الواقع الآن؟ يعني الناس يتعاملون من خلال نظرية البرجماتية، من يستطيع أن يسجنني أنا أحاول أن أتحاشاه وأن أتجنبه، من يستطيع أن يخرج قريبي
من السجن أنا أدفع له المال، وهذا وهذه هي نقطة تفوق هذه يعني الميليشيا. يحاول اليمنيون الآن أن يعيشوا لمجرد العيش فقط. نعم الناس الآن كثير من المشاريع الطموحة توقفت، كثير من الطلبة الذين كانوا في الخارج عجزوا عن مواصلة تعليمهم وعادوا إلى البلد. هناك أفق مسدود، ولكنه كما قلت لك ليس نهاية الحياة، ولكنه مرحلة من المراحل. حاليا هناك وضع سيء، الميليشيا تستخدم كثير من الأساليب الإرهابية لكمع الناس وإسكاتهم وابتزاز أموالهم وكسر إيراداتهم. لدينا زملاء في السجون، أصدقاء وجيران ومعارف، حكى لنا من خرج منهم ويحكي لنا أقاربهم الآن الذين يزورونهم في السجون عن ممارسات قمة في يعني في الانحطاط وفي اللا إنسانية، أن يتعرض السجناء للمنع من الحصول على ملابس التدفئة في الشتاء، وأن يتعرضوا للتعذيب أثناء الزيارة، أثناء زيارة أقاربهم، وأن يخرجوا أيضا للزيارة وعلى وجوههم وعلى أجسادهم آثار التعذيب. هي ممارسات تهدف إلى كسر إرادة المجتمع، ولكن كما قلت لك هذه ليست النهاية. نعم، بعد هذا الخراب العظيم يجب أن نخرج، وقد استفاد اليمنيون درسا أن الحفاظ على مؤسسات الدولة كحامي وكحائط صد بينهم وبين أنفسهم وبين الأطماع التي يمكن أن تطغى على ما يمكن على المستقبل مثلا وعلى ما على حقوقهم، على حقوقهم تجاه بعضهم البعض. الآن يجب أن عندما نخرج من الحرب أن نخرج لبناء مؤسسات حقيقية، لبناء جيل متعلم، وبناء دولة تضمن للناس حقوقهم وحرياتهم. وربما نشهد أكثر ما يمكن يعني من هذه الشواهد، ربما هي عديد من المدن في اليمن ومن ضمنها تعز. دعنا نشرك معنا في الحوار الأستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي معنا عبر الهاتف من تعز. أستاذ عبد الهادي، هناك الكثير من مظاهر اللا دولة التي تجري الآن في المناطق التي تقع تحت سيطرة الإنقلابيين، أو في المناطق التي لم يعني تمكن من بسط سيطرة الحكومة الشرعية وبسط مؤسسات الدولة بشكل واضح فيها. أنت أشرت في كتابات لك إلى أن لفظ الانتهاكات هو لفظ يطلق على ما تمارسه جماعة سياسية مصرح لها في ظل دولة وتعمل يعني بإطار قانوني معين. ماذا عن الانتهاكات التي تتم في غياب هذه الدولة؟ أولا مساء الخير وأشكرك لأخي لضيفك الكريم. ما يمارس اليوم ربما من جزمة الانتهاكات هو أكثر من مسألة انتهاك. هذه جرائم نحن في بدر لم نشهد دولة العالم، وكنا ضمن بلد دولة البداية، وبلد دولة البداية يقوم على أساس أن أفضل يوم لدى المواطن الريفي هو اليوم الذي لا يشاهد فيه السلطة، على العكس في مناطق كثيرة، لأن السلطة في الأصل هي سلطة بداية، وما كان قائم في المرحلة الماضية كان أمن السلطة ولم يكن أمن النفل للمواطنين. حتى نتكلم عن الانتهاكات، الانتهاكات كان فيها سلطة قصرت في أداء واجبها أو تجاوزت أداء الواجب ضد المواطنين، وهذا نحن لم نصل إليه أساسا. طيب، هناك عبارة تاريخية تقول أنه عندما تحضر الإمامة تغيب الدولة ويغيب اليمن، يعني ربما هي خصوصية يمنية. إلى أي مدى تقترب هذه العبارة التاريخية من أو العبارة هذه من اللحظة اليمنية الراهنة؟ اللحظة اليمنية الراهنة اختفت المؤسسة واختفت الدولة، وما هي حاضر هي سلطة إصابات، أي في أغلب المناطق التي انهارت فيها السلطة العامة تظهر الأدوات الأخرى غير الأدوات العامة، تظهر أدوات البلطجة وأدوات الاستقواء بالسلاح وأدوات التدمر، وهذا ما هو ظاهر اليوم. لا يوجد قانون يرجع سوى لغة القوة، وبالتالي المجموعات الأكثر تنظيم والقادرة على الرد
هي الممنوعات التي لا يمسها أحد، فتتركز الانتهاكات مثلا في المدن بفعل قوة الترابط في الريف، لكن في المدن تقتل هذه المسألة، وبالتالي تصبح هذه هي القوة المسيطرة سواء في مناطق التي يحكمها الانقلاب بشكل عام. عندما سوف تستفيد النيابات هم من النيابات، والقانون هو قانون القوة. طيب تعز أستاذ عبد الهادي، كمدينة يعني تعرف برغبتها الشديدة بالمدنية، تعرف نحو أنها منبع لقيم الجمهورية، منبع لقيم المواطنة، أحد المدن الأساسية في رصيد النضال الجمهوري لليمنيين، هذه المدينة هل تعافت من الوجود الذي حدث لها لميليشيات الانقلاب ومحاربتهم و مهاجمتهم وقرصنتهم ربما لمؤسسات الدولة، أم أن الأمر ربما لم يحدث إلى حد ما إلى الآن؟ إلى الآن بالنسبة للمناطق التي تحت سيطرة الانقلاب لا زالت العصابات وجماعات الحوثي وقانون الحرب هو من يشير هذه المسائل، يجري إيقاف الناس والتحكم بهم وفقا لرغبات القائمين، لرغبات جماعة الميليشيا ونقاطها المنتشرة على خطوط الإسكان في كل مكان. في المقابل في المناطق المحررة والتي الدولة التي سيطر عليها المقاومة لا زال الوضع الأمني أيضا ليس على ما يرام، لا زال مختلا، لأننا لا زلنا نعمل بنفس أدوات دولة البداية السابقة. تحتاج هذه المسألة إلى إمكانيات، تحتاج إلى طاقم، تحتاج إلى نفقات تشغيل، وكل والجميع يعاني من مشكلة النفقات. نفقات التشغيل تقتضي أيضا إعادة بناء فلسفة جهاز الأمن بشكل عام، فهذه الفلسفة يجب أن تقوم على نظام الأمن للمواطن وليس للسلطات. ما كان قائما في اليمن بشكل عام منذ ظهورية إلى الفترة التي سيطرت فيها الميليشيات تبدو أننا ورثناه من النظام السابق ما قبل مسألة الجمهورية 62، هو أن الأمن للسلطة وليس للمواطن. المواطن في تعز مثلا كان كما يقال العسكريات من منطقة أخرى وأنت تتحمل كل التكاليف، عندما تدخل قسم السلطة أنت من يشتري الورق ومن يأتي بالأقلام، ايضا هذه لا يشيط لا مكان للقيام بالمهام، حتى قرب الشرطه عندما تحصل امامك مثلا او يصل لك بلاغ بسرقه او باعتداء على مواطن او كد الحركه، لا تطلب ابره للعسكري، ابره للطقم المتحرك، كل شيء، اي ان المواطن كان يدفع قيمه هذه الخدمات التي تقدم وبدون تسعيره، يعني مع الأسف الشديد وكأنها خدمت بدون تسعيرة، لا تختلف عن نظام الحماية في خارج نظام الدولة. وبالتالي هذه المسألة تحتاج فترة طويلة، تحتاج أولا إعادة فلسفة جهاز الأمن كأمن للمواطن وليس للسلطات. هناك فرق بين أمن المواطن وأمن السلطة. أمن السلطة يقوم على أجهزة التدكس، على أجهزة الاستخبارات، لكن بحماية السلطة أولا. لكن عندما نصل إلى أمن بحماية المواطن هنا المسألة تختلف، سوف يصبح علاقة عميمة ما بين المواطن وعسكري الشرطة. لكن اليوم هناك عدائية قائمة أيضا بين المواطن وبين عسكري الشرطة، وهناك خوف وهناك قلق أيضا من ربما في المناطق الريفية تحديدا عندما يشاهد الناس طقم، لكن بالمقابل يتبع أمن يخافون منه. أستاذ عبد الهادي، لكن بالمقابل يتحدث الكثيرون على أن الوضع هذا وما مرت به اليمن من 33 عام من محاولة يعني تهميش المؤسسات الدولة والمحك الذي كان بين الدولة واللا دولة، وانتهاء بوجود هذه الميليشيات الانقلابية التي عمدت على هدم فكرة مؤسسات الدولة من داخلها، يتحدث الكثيرون على أن هذا الأمر لو كان حدث في بلد آخر لربما كانت مشاهده وآثاره ستكون أكبر وأكثر كارثية مما يحدث في اليمن، هل تتفق مع ذلك؟ أنا أتفق مع ذلك كثير جدا. مثلا صلينا في سعد بدون محافظة، بدون محافظ، بدون لفترة طويلة، بدون كفزة أمن، بدون غيره، لم يستوي مثلا على التقطعات لم يستوي حالة سط ونهب بشكل كبير في المناطق الريفية. مثلا أنا أقيم في الحجرية الآن تبعد عن سعد حوالي 70 كيلو، هذا الخط
ظل فترة طويلة لا دولة فيه ولا أحد لم يشهد أي تقطع برغم كثافة السكان برغم الحالة التي تسد عليه. والسبب أن الناس هذه العيش في نظام لا دولة انشأوا نظام خاص بالمواطنين كلهم يكون حرب على البناء الاجتماعي في البناء القبلي، وهذا عائق في الأساس إلى فلسفة نظام الأمن الذي كان قائما على أمن للسلطة وليس أمن للمواطن، أي أن عندما تتعرض يتعرض مسؤول معين أو تتعرض أجهزات نتيجة السلطة أي من الاعتداءات تتحرك السلطة بكل جبروتها وأدواتها، لكن عندما يستبيح مواطن آخر يصبح الحاضنة الاجتماعية هي من تقف. أما هؤلاء الاثنين فيعتبرون بمثابة فوض أو غنيمة بالنسبة للأجهزة الأمنية أو لغيرها يتم ابتزازهم ويتم مصادرة قسم أملاكهم، أحيانا يتم الاعتداء عليهم، وهذه إشكالية في بنية نظام الأمن ما رسعى إليه الآن أن نوجد أمن للمواطن وليس أمن للسلطات، أي كيف يمكن أن تتحول الشرطة في خدمة الناس لا الناس في خدمة الشرطة، وبالتالي ما تقدم الشرطة من خدمات الذي هو واجبها أساسا يتحول وكأنه خدمة مدفوعة الأجر. والمشكلة أن حتى في المناطق المحررة على الأساس لا زالت تحتفى القائمة هي القائمة وليس من التهديد أو بسرعة تغييرها سوى متى ما توفر الأشراف. ما لا نعلم أن ميدانين التشغيل لمحافظة تعز التي بها 23 مديرية وتعداد سكانها 3 مليون كانت 9,800,000 ريال. نعم وضحت نعم نعم أستاذ عبد الهادي وضحت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي عبد الهادي العزعزي كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بالعودة إليك أستاذ موسى، ربما من هذا من هذه المعاناة التي تحدثنا عنها وكما تفضلت أنت قبل قليل هناك تنامي بأهمية الدولة، هناك وعي أكبر حدث عند اليمنيين أن هناك حاجة لبناء مؤسسات دولة حقيقية لعمل ضمن أطر قانونية وضمن أطر دستورية أكثر من أي وقت مضى. هل بالفعل هذا الجانب المشرق لما يعانيه اليمنيون اليوم؟ أعتقد هذا وهذه ليست قناعتي لوحدي بل يشاركني فيها كثير من اليمنيين ومنهم من تورطوا في الوقوف إلى جانب الميليشيا لظروف معينة ولأسباب معينة. الآن يعني فائدة الحرب التي سيخرج منها اليمنيين هي القناعة بالالتفاف حول مؤسسات دولة ضامنة للحقوق والحريات، ومن المعروف والبديهي أيضا أن بناء مؤسسات الدولة أثناء الحرب أو بعد الحرب ليس كإدارتها أو تشغيلها في مراحل السلام. تكلفة قسم شرطة في تعز أثناء حرب أو بعد الحرب يكلف أكثر بكثير مما يكلفه مركز شرطة في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك مستشفى للمدنيين أو مستشفى للعسكريين أيضا تكلفة تأسيسه وإنشاءه وتشغيله في وقت الحرب وما بعد الحرب أكثر بكثير من تكلفة تسيير مشروع ولو كان أضخم، ولكن في مرحلة السلام سوف نحتاج للكثير من الجهود ولرؤية سياسية واضحة الشرعية. الآن ما لم تخوض الحرب على أكثر من جبهة فهي تقدم خدمة جليلة للإنقلابيين إذا بقيت تخوض الحرب في جبهات القتال في مأرب وفي نهم وفي غيرها من المناطق دون أن تبني المؤسسات ودون أن تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة فهي تقدم أكبر خدمة للإنقلابيين. بهذه الكلمات نختم حلقتنا. أستاذ موسى أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا في حلقة اليوم، الناشط الحقوقي موسى النمراني، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء محمد المقبلي ومنصور النقاش وأفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.